غادي نشوفوا اليوم كيفيه تحضير وصفه لذيذه جدا كتقدم على شكل ديسير او على شكل تحليه. هي عباره عن كسكسو بالقمح الكامل، غادي نسموه وغادي نقادوه بالفاكهه بزيت ارغان وبشويه ديال الزهر اللي غادي نحضروا به ان سيرو او شراب ديال السكر. بالنسبه للمقادير والمكونات اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو بطبيعه الحال الكسكسو ديال القمح الكامل، غادي نديرو شراب ديال السكر او السيرو، غادي نستعملو فيه الماء، السكر، القرفه، وغادي نوليو نضيفو معاه شويه ديال الماء ديال الزهر باش غادي نسموه. كاين عندنا بالنسبه للفواكه الجافه التمر، الزبيب، هنا غادي نستعملو واحد الزريعه اولا نوع من انواع الزرارع كيجي رائع في الخلطات هكذا ديال لي ديسير اولا ديال السفه ديال السكسو، اللي هو يا الزريعه ديال القرعه حمراء. غادي نستعمل انا زيت ارغان باش غادي نحل السكسو. عندنا المشمش يبس حتى هو خديناه قطعناه طريفات، شويه ديال اللوز اللي مفرك ومحمر في الفران ومهرس هكذا شي شويه غليظ غير بالسكين. كاين عندنا كاجو اولا نوا د كاجو اللي حتى هو يا محمص وملح، خديناه حتى هو قسمناه على زوج صافي. وكاين عندنا هنايا ورقات ديال النعناع للتزيين. وغادي نبداو بتحضير الشراب اللي غادي نستعملو مع الفواكه الجافه. بالنسبه للشراب كنديرو كميه ديال الماء، كنعملو معاها جوج الكميات ديال السكر، ندير القرفه لانني غادي نستعمل القرفه باش غنسم صافي. وغادي نخليوها فوق من العافيه حتى كيوجد عندنا شراب اللي كيكون الكثافه ديالو شي شويه ثقيله، وغادي نولي نضيف عليه شويه ديال الماء الزهر. عندنا السيرو ها هو كيكون ثقيل بحال هكذا، غادي نزيدو عليه الماء ديال الزهر. كناخذو التمر تنحيدو له العظم او النوا ديالو وكنقطعوه على شكل طولي بحال هكذا، كنزيدو شويه ديال المشمش. هنا غادي نديرو الزبيب، غادي نزيد اللوز، هنا كذلك نوا د كاجو او الكاجو حتى هو. غادي ناخذ هذا لو سيرو، لو سيرو تيكون شويه ثقيل، وهنايا عملناهم في مقله اللي كتكون مسخنه وغادي نسقيوهم بالسيرو. غادي نخليهم تقريبا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق هكذا صافي، وكنزولهم من فوق من العافيه. غادي نديرو الكميه اللي غادي نحتاجو ديال الكسكسو كومبلي، غادي نزيد عليه زيت ارغان، خصنا نلبسو كل حبه بزيت ارغان. الا ما كانش عندكم زيت ارغان يمكن لكم تعوضوه بالزبده. وغادي نزيد دابا الفواكه المعسله، غادي نزيد شويه ديال الزريعه ديال القرعه باش ما تشربش لينا الرطوبه ديال السيرو، تنخليوها هي التاليه. دابا غادي نصبو الكسكسو في طبق ديال التقديم، كيمكن لينا نديروه في كويسات كيجي المنظر ديالو جميل بزاف. كنقدمو هذا الطبق كتحليه اولا نقدروا نقدموه حتى في الفطور اولا في اي وقت كيناسبنا. بالف صحه وعافيه.